مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله. مساء الفل على حضراتكم واهلا بيكم في حلقه جديده من ملعب الاهلي. ملعب الاهلي النهارده اكيد لا صوت يعلو فوق صوت مباراه الاهلي وجيم الاثيوبي ان شاء الله يوم الاحد المقبل في الثالثه بعد الظهر. اكيد كلنا مستنيين هذه المباراه على فارغ الصبر ان شاء الله. كل التمنيات وكل التوفيق للنادي الاهلي ولاعبته في هذه المباراه الصعبه في اجواءها، وان شاء الله تكون سهله مع محمد يوسف ورجاله النادي الاهلي زي ما هم معودينا على طول. النهارده عماد النحاس بيواصل تفوقه وبيواصل تقدمه في الدوري الممتاز في اولى جولات الدور الثاني بفوزه بالشيء في المباراه اللي انتهت منذ قليل، وهنتكلم عليها مع ضيوف الكرام اللي هيشرفوني بعد قليل. تعالوا منكم على اخبار النادي الاهلي في اثيوبيا ونرجع نتكلم على مباريات الدوري، واكيد هنتكلم مع ضيوف الكرام على مباراه الاهلي وجيما المهمه جدا جدا. كابتن محمود الخطيب في اتصال تليفوني مع المهندس ابراهيم الكفراوي بيطمن على البعثه وبيطمن على كل صغيره وكبيره في بعثه فريق النادي الاهلي في اثيوبيا. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اجرى اتصالا تليفونيا بالمهندس ابراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أثيوبيا. قدام حضراتكم لقطات حصرية في من بعثة الفريق. الكابتن محمود الخطيب كان في الاتصال لاطمئنان على استعدادات الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي لخوض هذه المباراة الهامة جدا أمام جيما الأثيوبي. زي ما قلت لحضراتكم يوم الحد ان شاء الله كابتن محمود الخطيب بيطمن كمان على كافه الامور المتعلقه ببعثه النادي الاهلي من حيث الانتقالات وفندق الاقامه وملاعب التدريب، مؤكدا على دعم مجلس اداره النادي الاهلي الكامل لفريق الكره في هذه المباراه لمواصله العروض القويه التي يقدمها محمد يوسف مع الفريق الاول لكره القدم. ومن جانبه اكد رئيس بعثه النادي الاهلي الكابتن الخطيب ان الامور تسير بشكل طيب، وأن طاقم السفارة المصرية في أثيوبيا يتواجد بشكل مستمر مع الفريق، وأن هناك حماسا كبيرا من جانب اللاعبين على الظهور بشكل قوي والعودة للقاهرة بتذكرة الصعود. ده كان كلام المهندس إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة النادي الأهلي في أثيوبيا. أكيد الكابتن الخطيب بيطمن على كل كبيرة وصغيرة زي ما هو متعود مع الفريق. مباراة إن شاء الله تكون سهلة زي ما قلت لحضراتكم، مش عايزين نصعبها على نفسنا بإذن الله. الأهلي ينهي مرانه الأول في أديس أبابا منذ قليل، يعني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنهى منذ قليل مرانه الأول في العاصمة الأثيوبية استعدادا لمواجهة فريق جيما أبا جيفار بعد غد إن شاء الله. الفريق خاض مرانه عصر اليوم الجمعة بعد وصول البعثة. أكيد حضراتكم طبعا عارفين البعثة وصلت في ساعات مبكرة من صباح اليوم. المران شهد حضور السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر في أثيوبيا والمستشار جورج عازر وطاقم السفارة بالكامل. محمد يوسف النهاردة في التمرين درب اللعيبة على الكرات العرضية. محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حرص على إجراء فقرات متنوعة بمران الفريق الأول بالعاصمة الأثيوبية استعدادا لمواجهة فريق جيما أبا جيفار في دور 32 من دوري أبطال أفريقيا. يوسف كان مقسم التدريب على فقرات، كان في فقر الكرات العرضية من الناحية اليمنى واليسرى استغلالا الحالات التهديفية ان شاء الله مش عايزين نضيع زي الماتش اللي فات. فقرة بدنية ايضا خاضها الفريق راعى فيها الجهاز الفني المعدل البدني المناسب نتيجة السفر ورحلة طيران. رحلة طيران يا جماعة استغرقت 4 ساعات، اكيد سفر كان متعب وكان سفر بالليل وقلة نوم وصول يعني بدري، يعني اكيد كان يوم شاق. اكيد محمد يوسف والجهاز الفني راعوا مثل هذه الظروف اللي بتكون خارجه طبعا عن ارادته. في الاخر لعبوا تقسيمه مصغره بدون حراس، وبعد كده تعاملوا مع الحراس في تقسيمه مصغره ايضا. حسام عاشور اكتفى بتدريبات تاهيليه في اول مران للاهلي باثيوبيا. حسام عاشور لسه ما اكدش الدكتور خالد محمود جاهزيته للمشاركه في مباراه الغد بعد اصابته في مفصل الكاحل، لكن بخلاص يعني ان شاء الله ممكن يبقى جاهز وممكن ايام قليله جدا ويتاكد جاهزيته في المشاركه مع الفريق بشكل رسمي. طارق سليمان كان في تمرين ايضا لثلاثي حراس المرمى اكرامي والشناوي وعلي لطفي، خاضوا تدريبات خاصه اليوم الجمعه في اثيوبيا تحت اشراف الكابتن طارق سليمان.
اكيد كان مران قوي، اكيد هيبقى فيه منافسه كبيره قوي بين اكرامي جاهز دلوقتي، الشناوي جاهز، علي لطفي لاعب المباراه اللي فاتت كان ما شاء الله، محمد يوسف هيختار مين مع طارق سليمان للمواجهه المرتقبه بعد غد، هيكون الشناوي ولا اكرامي ولا علي لطفي؟ اكيد اختيار صعب، لكن محمد يوسف بصراحه انا شايف ان هو، احنا حتى قلنا في الاستوديو اللي فات مع ضيوف الكرام، قلنا ان التشكيله فيها عداله. يعني ايه عداله؟ يعني اللي بيلعب بياخد، اللي بيأدي بياخد، مش شرط ان انا بقى اتصاب وابقى نجم زي ازارو، لكن مروان كان ماشي كويس ومروان حط اهداف، ازارو جه قعد، عشان كده قلنا في عداله. محمد يوسف هيشوفها ازاي بين اكرامي والشناوي وعلي لطفي؟ مش عارف، هيشوف يوم الاحد ازاي ان شاء الله يعني يختار الانسب والاحسن لهذه المباراه والاجهز ايضا. زي ما قلت لحضراتكم، السفير المصري اسامه عبد الخالق حضر مران الاهلي قبل مواجهه جيما المرتقب، وحرص على حضور المران لفريق النادي الاهلي في اثيوبيا. وقلت لحضراتكم ايضا المستشار جورج عازر ايضا كان حاضر المران، وطاقم السفاره كان حاضر برضو المران. ماشي، اكيد السفاره المصريه في اثيوبيا لم ولن تقصر. طيب لمزيد من المعلومات معانا كريم احمد، معانا كريم زميل العزيز كريم احمد من اثيوبيا للاطمئنان على كل ما هو صغير وكبير في بعثه الفريق. كريم احمد اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ميدو، وبرحب بيك وبرحب بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. اهلا يا كريم، اخبار الاكسجين عندك ايه؟ والله الموضوع هنا صعب شويه يا كابتن ميدو، الجو برد جدا هنا، درجه الحراره توصل 6 و7 بالليل، والصبح يمكن الشمس بتكون متوازيه الرطوبه طبعا أبدأ بشكل كبير جدا في الماتش، لسه حتى اللحظة دي ما شفناش الرطوبة عالية بشكل كبير زي ما كان بنسمع أن الرطوبة 75% أو تصل ل 80% كمان، لكن النهارده كان في تدريب لفريق النادي الأهلي، التدريب الأول كان منطقة عالية جدا عن المتواجد أو عن المتاح هنا أو عن ملعب المباراة الرئيسي اللي هيتم المباراة، لكن برضه ما كانتش الرطوبة عالية أن هي تعوق اللاعبين، لكن هي برودة الجو هنا يمكن صعبة شوية، والأمر المهم كمان أن النادي الأهلي هيلعب الصبح ويلعب الظهر بالنسبه ليه توقيت المباراه، فايضا كمان الجو البرد مش النادي الاهلي مش هيحتاج كبير بشكل كبير، لان درجه الحراره هنا صعبه جدا جدا في اثيوبيا، وبالتحديد كمان بعد 11 بالليل او 10 بالليل بيكون يعني من المستحيل ان انت تكون متواجد خارج الفندق او في الشارع بشكل عام يا كابتن ميدو، لكن بشكل عام لو بتطمن طبعا كل جمهور النادي الاهلي على الفريق والحاله البدنيه والمعنويه، الحاله البدنيه مرتفعه جدا والمعنويه ايضا كمان لفريق النادي الاهلي من خلال متابعتنا للتدريب. النهارده في النادي الاهلي اول تدريب له على يمكن احد الملاعب الكرويه هنا بالتنسيق مع فريقنا المصريه، بالتنسيق طبعا اسامه عبد الخالق قايم بدور كبير جدا زي ما انت قلت يا كابتن ميدو، مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سمير عدلي ايضا كمان، في امور كثيره جدا، الانتقالات، فندق الاقامه، موضوع الملعب ده كمان بيحتاج مجهود كبير، انت عارف فريق جيما بطل اثيوبيا اول مره يخش بطوله افريقيا، فما عندوش خبرات كبيره جدا في التنسيق، في التنسيق بشكل كبير في الملاعب، وايضا كمان فريق بحجم النادي الاهلي يكون متواجد في اثيوبيا لابد يكون في تعامل كبير جدا على المستوى الدبلوماسي من سفارتنا في اثيوبيا هنا، وايضا كمان على المستوى الاداري والفني لفريق نادي جيما بطل اثيوبيا. لكن لو بتكلم بشكل عام ايضا كابتن ميدو على التدريب النهارده اللي كابتن محمد يوسف كالعاده اجتمع بالجهاز الفني قبل انطلاق التدريب، ومن بعدها مباشره محاضره سريعه داخل الملعب طبعا اللي قلنا ممكن يعتبر عليه النادي الاهلي التدريب الاول. يمكن كل الكلام كان في اطار التحميس والترجيع، احنا ان شاء الله باذن الله مجموع المباراتين يكون من نصيب النادي الاهلي دور 16 قريب جدا ان شاء الله يوم الاحد، النادي الاهلي يحجز بطاقه التاهل باذن الله دور 16، لكن كل الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب باستثناء حسام عاشور. النهارده حسام عاشور لا مشارك كان في تدريب النادي الاهلي، ويمكن سالنا طبيب النادي الاهلي خالد محمود طبعا طبيب النادي الاهلي اللي بيقوم بدور كبير مع كل المصابين خلال الفتره اللي فاتت، قال يمكن حسام الملعب صعب شويه النهارده كان تدريب حسام عاشور عليه، لان حسام عنده جزع او كدمه قويه جدا في الانكل خلال الفتره اللي فاتت، فكان في تفضيل بشكل كبير ان حسام ما يشاركش النهارده في التدريب، لكن بكلمك ان شاء الله بكره الطبيب الرئيس اللي هيكون على استاد الدراما اللي هيستقبل مباراه الاهلي وجينا باذن الله حسام عاشور يكون موجود، لكن الدفع ليه يا كابتن ميدو هيبقى امر صعب شويه، لسه ما تحددش بكره عن الوقوف طبعا في التدريب، سواء حسام هيكون في التكتيك هيكون في احد التدريبات بالكوره، الدفع ليه يمكن حتى اللحظه دي ما اتحسمش بالنسبه للكابتن محمد يوسف، لكن الكل جاهز ان شاء الله باذن الله لهذه المباراه، وانا معاك يا كابتن ميدو لو فيها استفسار. هو انا اللي كنت خليني اقول الاخبار معاك يا كريم، الدكتور خالد محمود خلاص ادى اللعيبه الجرعه الثانيه من التطعيمات، وكمان علي معلول جاهز بشكل نهائي لخوض هذه المباراه. بالظبط يا كابتن ميدو، النهارده يمكن زي ما بتقول الدكتور خالد محمود بيقوم بدور كبير بجانب التأهيل والإصابة
العقوبات والتشخيصات والامور اللي كثيره جدا على فريق النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه، وايضا كمان النهارده تناولوا لاعبي النادي الاهلي بعض التطعيمات والجرعه الثانيه بعد تناول الجرعه الاولى في القاهره قبل المغادره طبعا الى اثيوبيا. جاهزيه علي معلول النهارده كان بيأدي بشكل مميز جدا ورائع. النهارده الكابتن محمد يوسف كان خط فتره تدريبيه بروستات على المرمى من اليمين ومن الشمال. النهارده يمكن اشوف يمكن كان في تحديث كبير وتشجيع ليه من الكابتن محمد يوسف. ان شاء الله باذن الله علي يكون موجود في المباراه، سواء موجود على دكه البدلاء او موجود في المباراه باذن الله يكون له دور كبير. مفتقدين عدد كبير جدا يا كابتن ميدو من اللعيبه على راسهم احمد فتحي وعلي معلول وليد ازارو اللي ما شاركش في المباراه الاولى. لعيبه كثيره جدا ان شاء الله تكون موفقه في مباراه الاحد باذن الله، ان شاء الله تكون نصيب النادي الاهلي يا كابتن. اكيد يا كريم، وزي ما انت قلت محمد يوسف كان قاعد مع اللعيبه او كان في محاضره للعيبه اكد عليها دي الاخبار. انا بناقشها معاك طبعا عشان انت في جوه الاجواء، اكد عليها على اهميه هذه المباراه، على اهميه احترام الخصم، على اهميه احترام كمان الاجواء الخارجيه. زي ما انت بتقول في رطوبه، في قله اكسجين، الموضوع صعب في اثيوبيا. كريم الاكسجين عنده شكله خلص. الموضوع فعلا يا جماعه صعب، الموضوع صعب جدا في اثيوبيا، انك واقف مش عارف تاخد نفسك، بتجري مش عارف تاخد النفس كامل زي ما احنا بناخده هنا الحمد لله يعني. لكن الاهلي متعود على مثل هذه الاجواء. كريم بيقول درجه الحراره قليله قوي والرطوبه عاليه قوي بالنهار، موضوع ان شاء الله اللعيبه تتغلب على هذه الظروف الصعبه. عشان كده كنا بنقول كان لازم نخلص الماتش من هنا، مش فنيات، هي بس ظروف هتكون محيطه بالمباراه. ان شاء الله النادي الاهلي يجتاز هذه الظروف. زي ما قال كريم ان خلاص الدكتور خالد محمود ادى اللعيبه الجرعه الثانيه من التطعيمات، وده كان مهم جدا، وبيأكد على جاهزيه علي معلول الطبيه، ولكن الجاهزيه البدنيه والجاهزيه الفنيه هيحددها محمد يوسف مع جهازه الفني، هيشوف هل هم فعلا ممكن يلعب علي معلول ولا لسه ما مش مجهز بدنيا وفنيا. محمد يوسف زي ما قال كريم واتكلمت مع حضراتكم، اتكلم مع اللعيبه النهارده في ضروره هذه المباراه، ولازم نخلي بالنا من الظروف الخارجيه، ولازم نخلي بالنا من الطقس، ولازم نستغل كل او انصاف الفرص اللي بتجينا، لازم نحترم الخصم كويس قوي قوي قوي، لازم على الاقل يعني نتكلم في الثغرات اللي حصلت في المباراه السابقه. ده كلام محمد يوسف، واكيد اتكلم معاهم كمان ونبه عليهم على بعض النقاط القويه اللي كانت في المباراه السابقه ونقاط الضعف ايضا في فريق جيما الاثيوبي. كريم رجع تاني؟ طيب اتفضل يا كريم، انا خفت عليك، قلت الاكسجين خفت عليك والله يا كريم. يلا حبيبي والله يا كابتن ميدو، ده في مشكله اكبر من الاكسجين يا كابتن ميدو. ايه تاني؟ صعبه جدا يعني التعامل والتواصل بشكل عام في لعيبه النادي الاهلي متواجده في الريسبشن، حاولت ان هي يمكن الانترنت هنا في مشكله شويه او التواصل والاتصالات بشكل يمكن صعب هنا في اثيوبيا، عندهم شركه اتصالات واحده بس، يمكن الامر صعب يعني حتى المكالمه ما بسمعش بعض اجزاء الاسئله طبعا. لكن عايز اضيف حاجه مهمه جدا، طبعا هو غدا يوم مهم بالنسبه لفريق النادي الاهلي، بكره يكون تدريب صباح الساعه 11 صباحا كابتن ميدو هنا بتوقيت اثيوبيا، تدريب الاخير لفريق النادي الاهلي على الملعب الرئيسي ملعب اديس ابابا الساعه 1 ظهرا هنا بتوقيت اثيوبيا. ايضا هيكون الاجتماع الفني لفريق النادي الاهلي وايضا فريق جيما بطل اثيوبيا. الموضوع كريم، المباراه الساعه 3 خلاص بتوقيت القاهره و4 بتوقيت اثيوبيا. بالتاكيد يا كابتن ميدو، بناكد على الميعاد 3 اثيوبيا 4 بتوقيت مصر ان شاء الله، 11 صباحا بكره يكون الواحده ظهرا الاجتماع الفني. يمكن المراقب يمكن اتاخر شويه وصوله، فعشان كده اجلوا الاجتماع للساعه 1، كان المفروض يكون الساعه 12 عقد التدريب مباشره او عقد التدريب كالمعتاد. لكن حتى هذه اللحظه موضوع المؤتمر الصحفي، سواء يقام مؤتمر صحفي او لم يقام مؤتمر صحفي، لم يتحدد. غدا مسؤول طبعا نادي جيما بطل اثيوبيا كانوا بيتكلموا الكابتن سمير ان صباحا مع التدريب هيكون في تحديد ليه ميعاد المؤتمر الصحفي، بجانب كل الامور دي ان شاء الله زي ما اكدنا هنا كابتن ميدو باذن الله تكون من اثيوبيا هنا للدور 16 مع فريق النادي الاهلي. ان شاء الله كريم كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه الصعبه في اجواءها زي ما احنا بنقول دايما، لكن ان شاء الله النادي الاهلي يسهلها على نفسه. كريم احمد زميل عزيز، شكرا ليك على كل هذه التفاصيل. ان شاء الله يعني موضوع مش قلقنا احنا كجماهير اهلاويه قد ما قلقنا الظروف اللي بيتكلم عليها كريم. خلي بالكوا النادي الاهلي رايح كمان في رفاهيه اثيوبيا، اثيوبيا قبل كده كان الموضوع صعب جدا، ما كانش فيه اتصالات اساسا،
بس يعني الحمد لله. عايز اقول لكم النهارده عمرو جمال وصابر رحيل وعمرو بركات واحمد الشيخ صالح جمعه وجيرالدو الوافد الجديد الانجولي واحمد علاء وجونيور اجاي واكرم توفيق وباسم علي، دي اللعيبه اللي قاد التمرين بتاعهم. حسين عبد الدايم دي اللعيبه اللي غايبه عن المباراه، اكيد حسين اداهم جرعات بدنيه عاليه علشان يبقوا متوافقين مع اللياقه البدنيه بتاعه الفريق، ان شاء الله يكونوا جاهزين. هنحتاج كل اللعيبه، هنحتاج كل اللعيبه الفتره اللي جاي. بقول لكم الاخبار بسرعه علشان نستقبل ضيوفنا الكرام. سعد سمير ايضا بيواصل تنفيذ برنامجه التاهيلي بعد تمزق في العضله الخلفيه، ان شاء الله يرجع بسرعه. زي ما قلت لكم محتاجين كل اللعيبه. كولين بينضم، كولين لاعب ام بي السابق بينضم لنادي النجوم، دي اخبار الانديه الاخرى. واجيري يطير الى اسبانيا لقضاء اجازه الكريسماس. والكاف بيعلن موعد قرعه دوري المجموعات او دور مجموعات لدوري ابطال افريقيا، ان شاء الله تكون يوم 28 ديسمبر الجاري موعد اجراء قرعه دور المجموعات لدوري ابطال. ايضا الكاف اسند بطوله امم افريقيا 2021 للكاميرون بعد ما سحبها منه هذه النسخه لعدم استكمال الكاميرون للاجراءات او عدم توافي الاجراءات زي ما قال او على حد تعبير الاتحاد الافريقي، لكن بعد كده قال 20 سنه 2021 ان شاء الله ربنا يدينا العمر ويديكوا هيكون الكاميرون تستضيف كاس امم افريقيا. لسه ما تبلغناش بشكل رسمي عن تنظيم الامم الافريقيه اللي جايه، لكن نامل ان شاء الله ان احنا ناخدها وننظمها، محتاجين قوي تنظيم مثل هذه البطوله الكبيره. ان شاء الله ناخدها، يعني مع ان جنوب افريقيا داخل فيها لكن احنا محتاجينها فعلا عشان نقول للدنيا كلها ان مصر تقدر تعمل اي حاجه بولادها بجماهيرها بشكلها بامنها بكل حاجه فيها، ممكن تعمل اي حاجه وممكن تنظم اي حاجه. دي كانت أهم أخبارنا. نروح نشوف تقرير زميلي العزيز كريم أحمد مع المهندس إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي في أثيوبيا. وبعد هذا التقرير نستقبل ضيوفنا الكرام الكبار الكابتن عادل طعيمة والكابتن ماهر همام والكابتن محمد حشيش. استنونا. مرحب بيك يا كابتن ميدو في البدايه وبكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. ان شاء الله باذن الله تكون مباراه موفقه لفريق النادي الاهلي. الاهلي وجيما بطل اثيوبيا هنا في اديس ابابا، امور يمكن مكثفه واستعدادات على قدم وساق سواء من فريق النادي الاهلي سفارتنا هنا في اثيوبيا، ايضا كمان رئيس البعثه عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ ابراهيم الكفاولي بيسعدنا يكون معنا في هذه اللحظات. ابراهيم بيرحب بيك في البدايه وباذن الله تكون موفقين في هذه المباراه، نسخه جديده وبطوله جديده بمعنويات جديده ان شاء الله باذن الله. اهلا بحضرتك وبالبرنامج وبكابتن ميدو. تحياتي ليكم والجمهور الاهلي، بنحييهم وبنطمنهم تبقى بدايه موفقه وانطلاقه، وان شاء الله زي ما قلنا باذن الله هتبقى الثالثه ثابته، والسنه دي باذن الله لعيبه الاهلي والجهاز وكل الناس هي دي سنه التجويج باذن الله. انا عارف ان في استعدادات كثيره جدا ومكثفه جدا سواء مع اسامه بيه عبد الخالق طبعا سافرنا هنا في اثيوبيا، كابتن سيد الكابتن سمير كانوا متواجدين هنا وحضرتك كمان يمكن على تواصل بشكل كبير معهم. الترتيبات هنا على ايه وبتشوف الملعب كمان اللي بنضرب عليه؟ حطينا في الاجواء برضو يا ابراهيم. لا بالامانه يعني وبدون مبالغه يعني هي طبعا بتبقى السفارات المصريه معودانا على المسانده، لكن اسامه بيه مع اعضاء السفاره مع اعضاء الهيئه الدبلوماسيه المصريه هنا هم يعني بيحبوا الرياضه ومساندين للرياضه، فكانوا مهتمين جدا من قبل ما نيجي وهم بينسقوا معانا، وكابتن سمير وكابتن سيد لما جم برضو نسقوا معاهم وسهلوا لهم كل حاجه. يعني في احتمال ان احنا نتمرن على ملعب الماتش الملعب الرئيسي النهارده، لكن نظرا لاقامه مباراه محليه الامن فضل ان ما يبقاش في اخلاء للجمهور ودخول نادي الاهلي في نفس الوقت، ففضل ان احنا نشوف مكان بديل. السفاره يعني بالامانه ساندتنا وساعت بكل جهدها، وفعلا حصلنا على ملعب تدريب عالي وكويس وممتاز مقارنه باللي بنشوفه في دول تانية. لا وبعدين يعني الملعب ده عرفنا ان ده الملعب اللي بيتمرن عليه المنتخب الاثيوبي، فالفريق دي فرصه كويسه انه يبقى فيه تدريبه كويسه النهارده وفك للارهاق ولرحله السفر. رحله السفر يمكن كانت مرهقه شويه لان احنا وصلنا عقبال ما سكننا وكده، يمكن الناس نامت ما بين 5 و6 الصبح، فكان لازم يبقى فيه تدريبه كويسه النهارده. السفاره بنشكرها وبنشكرهم على مجهودهم، وده عهدنا بالخارجيه المصريه دايما.
لو بتكلم على نقطه مهمه جدا ابريم بيه هو الاستقرار الفني اللي يمكن مجلس الاداره اشتغل عليه بشكل كبير جدا خلال الفتره الماضيه، توفير مدير فني ان شاء الله مع توليفه من اولاد النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي، ده يمكن اكيد هيسبب استقرار فني للعيبه للجهاز، مطالبين بقى اللعيبه بشغل كبير جدا والجهاز بشغل كبير عليهم، مسؤوليه كبيره جدا ابريم بيه. زي ما حضرتك برضه شايف ومتابع معانا، اللعيبه كلها مركزه، اللعيبه كلها منتظمه، اللعيبه كلها محترمه مواعيدها وفي حاله عاليه جدا من التركيز في المباراه، مصممين مش بس يعدوا الدور 32، لا مصممين ان يبقى في نتيجه ايجابيه وارسال رساله قويه ان النادي الاهلي نادي قوي، نادي كبير، نادي بطولات، واقف على رجليه وعائد للمنصات السنه دي ان شاء الله. انا بس باخد من كلام حضرتك وباخد بنتهز الفرصه دي ان انا مش عايز ان احنا نبقى قاسيين على لعيبه النادي الاهلي وعلى فريق النادي الاهلي. فريق النادي الاهلي على فكره خسر نهائي افريقيا والظروف كلها الناس عارفاها، ظروف غير طبيعية والكلام ده، ومش هنخوض في ده وما بنلاقيش مسببات، لا احنا مكاننا الطبيعي اللي هو منصة التتويج ونبى الأول، انا معاهم طبعا ما بنلاقيش مسببات، لكن احنا خسرنا نهائي افريقيا، ما طلعناش من دور التمهيدي ولا دوري مجموعات، لا ده احنا فرقة واصلة للنهائي، ففرقة تستاهل ان جمهورها هنا بجمهور النادي الاهلي دايما. الفرقه طبعا محتاجه تدعيم، وهو ما حصل من مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب برئاسته وهو المكلف باداره ملف كره القدم، في اربع تدعيمات احتمال يبقى في مزيد من التدعيمات حسب الرؤيه الفنيه وحسب المفاوضات. برضو ملف المدرب الاجنبي انتهى، انت ونظمت امورك، نظمت البيت داخليا، كل اللي جاي ان شاء الله افضل، متوقعين بقى ان شاء الله هيبقى في انطلاقه، في توقف برضو نسبي للدوري الفتره الجايه عشان المنتخب والاستعدادات المنتخب، هتبقى فرصه لالتقاط الانفاس، عوده المزيد من المصابين، لان اللي حصل السنه دي بصراحه يعني سوء حظ عمرنا ما شفناه وعمره ما حصل، وعلى فكره بيحصل في فرق كتيره بس مش بالنسبه العاليه دي ومش بالاعداد العاليه دي، وبيحصل دروبات في الفرق دي، وشفنا ريال مدريد حصل لها دروب فترة. النادي الأهلي نادي كبير، نادي يستحق ان جمهوره يبقى فخور بيه في كل الأوقات، يقف جنبه، ومعدن الجمهور بيبان في الأوقات دي، وأوقات الأزمات أو أوقات اللي بنبقى حاسين ان الفريق ان احنا كلنا نقف في ظهره، وده عهدنا بيهم دايما. اخيرا رجلتنا مش محتاجين كلمات ومش محتاجين تحفيز لعيبه النادي الاهلي، لكن لابد لاخد منك رساله للاعيبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه، يكون في حضور مكثف للجمهور الاثيوبي طبعا، لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره في كل اللعيبه. ابراهيم بكفره، وتقول لكل لعيبه النادي الاهلي، لا لعيبه النادي الاهلي مش مستنيه حد يقول لها، لعيبه النادي الاهلي عارفه الدور اللي عليها، لعيبه رجاله طول عمرها شايله المسؤوليه، لعبت في ظروف اصعب من كده، انما الانطباع اللي عندي سواء من اللعيبه او من الجهاز الفني او الجهاز الاداري ان هم مش جايين لمجرد العبور، لا ده جايين عشان يعملوا نتيجة إيجابية، فإن شاء الله بإذن الله توقعاتي نتيجة إيجابية والفوز بإذن الله والعودة، ونبتدي بقى نرجع للدوري وللكاس ونبتدي ننطلق من دوري المجموعات إن شاء الله. أشكر حضرتك وأشكركم وأشكر كابتن ميدو وجميع الجمهور، شكرا أشكر. بنشكر اكيد الاستاذ ابراهيم الكفراوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه هنا طبعا في اديس ابابا. كابتن ميدو، لو بكلمك سريعا طبعا على تدريب فريق النادي الاهلي، يمكن استغرب الطريق مع فريق النادي الاهلي، حافله النادي الاهلي 45 دقيقه او 40 دقيقه زي ما قال الاستاذ ابراهيم الكفراوي، كان المفروض النهارده يكون بنتدرب على الملعب الرئيسي وغدا ايضا كمان وهو اليوم الرئيسي لملعب اديس ابابا، لكن زي ما قلنا طبعا كان في مباراه متواجده، في جمهور اثيوبي متواجد في الملعب، فحفاظا طبعا على النادي الاهلي ومع تنسيق مع السفير اسامه عبد الخالق اللي بنأكد بيقوم بدور كبير جدا هنا مع بعثه فريق النادي الاهلي مع الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره، يمكن ده الامر بس اللي خلى فريق النادي الاهلي النهارده يكون متواجد في هذا الملعب. يمكن من خلال وانا بكلمك كابتن ميدو ارضيه الملعب نقدر نقول جيده بالنسبه طبعا لافريقيا سواء اثيوبيا غينيا اوغندا، يمكن في امور بتكون صعبه جدا على فريق النادي الاهلي، لكن الارضيه يمكن مقبوله حتى هذه اللحظه، شايفين حتى في هذه اللحظات كابتن محمد يوسف بيقوم بوضع التكتيك، في عرضيات، في شغل كبير جدا بيتم ان هيكون عقب العشاء يكون في محاضره فنيه للجهاز الفني بقياده الكابتن محمد يوسف. الامور الحمد لله كابتن ميدو حتى هذه اللحظه ماشيه بشكل مطمئن لفريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله بنتمنى النهارده وبكره ما يبقاش في اصابات، ما يبقاش في اجادات للاعبين، زي ما انت عارف يا كابتن ميدو بيعود لنا بعض اللاعبين، مش عايزين نفقد اي لعيب تاني خلال الفتره القادمه، المباريات
خلاص بعد هذه المباراه باذن الله نصعد منها لدور ال 16، هندخل في مباراه الدوري من جديد، هنبدا نخش في دور المجموعات، يمكن مباريات عديده، تلاحم كبير جدا للبطولات والمباريات، لكن لعبتنا ان شاء الله على قدر المسؤوليه باذن الله لعبه النادي الاهلي مجموع المباراتين يصعد بنا لدور ال 16. مستمرين معاك كابتن ميدو كالعاده ومع مشاهدينا ومع كل جمهور النادي الاهلي هنا في اديس ابابا لحظه بلحظه على شاشه قناه النادي الاهلي كواليس واخبار فريق النادي الاهلي. عوده ليك يا كابتن ميدو. شكرا جدا لك يا كريم ودايما متميز ومتالق. شكرا للمهندس ابراهيم الكفراوي رئيس بعثه النادي الاهلي في اثيوبيا وعضو مجلس اداره النادي الاهلي، وان شاء الله يكون يعني عند حسن ظن الجميع النادي الاهلي في هذه المباراه الصعبه. ارحب بضيوف الكرام اللي شرفوني ونوروني في الاستوديو، الكباتن الكبار كباتن مصر النادي الاهلي كابتن عادل طعيمه. منور الدنيا يا كابتن. اهلا كابتن. كله تمام الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. النجم الكبير كابتن ماهر همام منور الدنيا. حبيبي وحبيبي. كله تمام. وحشني. الحمد لله. كابتن الكبير محمد حشيشه. شوف ازيك يا ميدو عامل ايه؟ كويس كده خلاص حفظت. اكيد عندنا النهارده حاجات هنتكلم فيها كتيره كابتن عادل. مباراه المقاولين العرب والاتحاد السكندري، هنتكلم عن مباراه دجله امبارح والداخليه اللي انتهت بالتعادل الايجابي، اكيد هنتكلم عن مباراه الاهلي وجيما الاثيوبي الهامه جدا والاهلي او الاهلاويه كلهم بيستنوها. تعال نتكلم عن مباراه المقاولين العرب والاتحاد السكندري اللي انتهت منذ قليل بمكسب المقاولين العرب، وحاجه جميله جدا لعماد النحاس والنادي المقاولين. كان معايا المهندس محمد عادل امبارح كنت بتشرف بلقائه، بيقول ان في طموحات كبيره جدا نادي المقاولين وحاجات جديده جدا هيعملوها الفتره المقبله نتيجه النتائج الايجابيه اللي بيحققها عماد النحاس مع الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه لازم نهني النادي المقاولين العرب وطبعا ابننا العظيم عماد النحاس، 6 لقاءات ب 18 بونت يعني حاجه مشرفه، وده كادر من كوادر المدربين اللي بينتموا للنادي الاهلي ولمدرسه النادي الاهلي ولسلوك النادي الاهلي، حاجه مشرفه. الحقيقه النهارده مباراه تبادل فيها نادي الاتحاد مع نادي العرب، تبادلوا فيها السيطره على الشوطين المباراه. مولين العرب اول 25 دقيقه جايب هدفين، ثم حصل نوع من الانكماش شويه، ابتدى الاتحاد يبقى في نوع من السيطرة لحد لما أحرزوا هدف. الشوط الأولاني انتهى 2-1، طبعا الاتحاد كان ليه فرص، وبرضو المقاولين العرب بعد ما جاب الهدفين حصل نوع من الانكماش شوية، بحيث ان يبقى فيه نوع من التأمين الدفاعي اللي عماد النحاس نجح بدرجة 100%، انه بعد ما كان سهل جدا انك تجيب جول في المقاولين العرب، ابتدى يبقى فيه عشان يخش جول في المقاولين العرب صعب فيه جدا، يبقى فيه صعوبه. الشوط الثاني الحقيقه استمتعنا، هجمه هنا وهجمه هنا، فرص بتضيع من هنا فرص بتضيع من هنا. اعتقد انه نادي الاتحاد كان فيه عصبيه شويه من بعض اللاعبين، وده اللي مخليهم مش قادرين ينهوا الهجمه بتاعتهم النهايه اللي جمهورهم بيتمناه. في حين ان عماد النحاس ابتدى الشوط الثاني بيلعب على المرتده، وشكلت خطوره قويه جدا لانه عنده ثلاثي في المقدمه في منتهى الخطوره، احمد علي وطاهر وطلعت. بالظبط. ويمكن طلعت خرج مصاب اصابه ربنا تكون بسيطه ان شاء الله، بس برضه التغييره اللي غيرها مش تغييره دفاعيه، منزل ادوارد يعني اسرع واقوى وحاجه جميله جدا بيلعبها على الطرف، ويمكن عمل كوره لطاهر بالعرض للاسف بيحطها بسن الجزمه بدل ما تروح الجول راحت رايحه جنب العارضه. بالظبط. فاذا يعني نادي المقاولين العرب ادى جيم حقيقه، روح قتاليه، سيطره، فرص ضايعه، الفريق تبدل تماما بنسبه 100% بعد ما كان بيتغلب باستمرار الى انتصارات مستديمه. ده راجع مع اداره بتثق في مدير فني اسمه عماد النحاس، وهي هي اللعيبه اللي وصلت للمركز الرابع اظن او الخامس. الخامس لسه المركز الخامس. بس فرق عن النادي الاهلي 3 نقاط. بس الاهلي لسه له ما انا لا انا بتكلم في حاليا يعني. فطبعا ده انجاز يتحسب للاداره وللمدير الفني وللاعبين. اكيد. كابتن ماهر برضه يعني طفره بيعملها عماد النحاس مع نادي المقاولين العرب. أكيد. حاجه بصراحه ما شاء الله يعني. بصراحه النهارده الرجل اللي وراه عماد النحاس، ويمكن مش المباراه دي بس، يمكن 4 مباريات اللي قبل كده كان واضح قوي ان سياسه عماد النحاس، الثقه المتبادله اللي بينه وبين اللاعبين، طريقه اللعب اللي بيأدي بيها بشكل جيد، فيها نوع من الضغط على الخصم والاستحواذ، ثم الانتشار اللي احنا بنشوفه، خصوصا الجزء اللي هو التلت الهجومي
اللي بيمثل خطوره بقت بشكل كبير جدا. ثلاث لعيبه على اعلى مستوى، احمد علي هداف الفريق، محمد طلعت، محمد طاهر الواعد لاعبنا طبعا منتخب الاولمبي ثم المنتخب الاول، محمد طلعت كمان عمل معهم شغل بشكل كبير جدا، لان محمد عنده سرعات بيقدر يستغلها عماد النحاس بشكل كبير جدا في اختراقات دفاعات الخصم ومنها دفاعات نادي الاتحاد. طبعا كان توازن بين الفرقتين في الشوط الاولاني، لكن يمكن الفعاليه الهجوميه بالنسبه للمولين العرب هي اللي حطت اليد العليا وهي اللي حطت السيطره من بدايه المباراه، ان المولين جاي ياخد الثلاث نقاط. تمام. وده كان واضح من اداء عماد النحاس، واللي ساعده على كده ان اللعيبه اللي قدام عندهم خبرات وعندهم سرعات وعندهم انطلاقات وعندهم وعي في حته احراز الاهداف. احمد علي من الهدافين اللي هم عندهم خبره بشكل كبير جدا، طبعا يمكن محمد طاهر بسرعته قدر انه يسجل كمان الهدف الثاني، فكان سيطره المولين اكتر من الاتحاد. الاتحاد فاق يا ميدو اخر ربع ساعه في الشوط الاولاني وحصل نوع من الاستحواذ وقدر ان هو يسجل هدف، لكن التعويض كان الشوط الثاني بالنسبه للمقاولين، ان هو عمل الشق الدفاعي والتامين الدفاعي بشكل جيد واعتمد على الكرات المرتده الايجابيه، ومنها كان في الدقيقه 72 طاهر، محمد طاهر كان ممكن يخلص المباراه، يعني كان انفراد كامل بالمرمى، لكن طبعا يمكن كان خارج المرمى. عشان نقدر نقول للمقاولين اداره وجهاز فني ولاعبين مبروك على المركز الخامس، والمركز ده لسه كنت بتكلم مع الكابتن حشيش كابتن عادل الطعيمه، ان اول مره المقاولين يوصل ميدو لهذه المكانه الخامس على الترتيب على الجدول. فانا شايف ان زي ما انت قلت ان باشمهندس محمد عادل واضح ان في استراتيجيه للمقاولين انه قادم باذن الله خلال هذه الفتره القادمه. تمام كابتن حشيش، يعني هي الفرقه، هي اللعيبه، اختلف بس المدرب. التوفيق بيلعب دور كبير ولا عماد النحاس عمل طفره في الاداء وعمل طفره في اللعيبه كمان، اداهم روح ما كانتش موجوده قبل كده؟ شايف الموضوع ازاي النهارده؟ ما شاء الله، مش يعني مش بقول حظ طبعا، عماد النحاس مدرب كبير زي ما قال الكابتن عادل والكابتن ماهر، لكن النهارده الجول الاول غلطه من هاني سليمان، خطا غريب جدا، والجول الثاني في شبهه تسلل على احمد علي. بص، هو لا شك طبعا ان في التوفيق ما بيجيش الا مع الناس المجتهده. التوفيق اكتر من اربع خمس ماتشات ورا بعض. جميل قوي، حلوه الكلمه. لاول مره من فتره كبيره، يمكن انا عشان برضو لعبت في المقاولين العرب وليا برضو يعني سنين كبيره في المقاولين العرب، كنت حزين على المقاولين العرب خلال السنين اللي فاتت. المقاولين العرب خلال السنين اللي فاتت متواجد بس في الدوري، فبعض السنين اللي فاتت كان بيصارع الهبوط، متخبط، اداؤه متخبط، تغيير مدربين كتير. اول مره احس خلال الاسابيع اللي فاتت ان في شكل جديد للمقاولين، في شخصيه، في مدرب جه على سقف الطموح بتاع نادي المقاولين وحطه في المصاف الصح بتاع الانديه الكبيره. المقاولين العرب برغم حداثه تاريخه بالنسبه لانديه كبيره في الدوري مثلا زي الاتحاد السكندري وزي الترسانه وزي الاسماعيلي وزي الانديه الكبيره الشعبيه الكبيره، الا انه من اكبر الانديه او من اكثر الانديه احراز بطولات بعد اهلي وزمالك بالزبط. على طول هو المقاولين العرب سواء على المستوى المحلي كاس مصر اكثر من مره، دوري العام سنه 83 واخد بطوله افريقيا اكثر من مره. فالوضع الطبيعي بتاع المقاولين العرب، نادي المقاولين العرب كاداره وكنادي وكامكانيات مش ناقصه حاجه، انما كان ناقصه واحد يوجه الناس ويحطها في المصاف الصح بتاع المفروض يكون عليه نادي المقاولين. اعتقد ان عماد النحاس قريب من اللعيبه، جه ظبط شكل اللعيبه، زود الحافز، لان انت عارف برضه الانديه ميدو اللي هي مش جماهيريه زي المقاولين العرب، انديه شركات ما عندهاش جمهور، فبتبقى محتاجه مدرب يعلي سقف الطموح بتاع اللعيبه، ان لازم تحرز بطوله، لازم تروح منتخب مصر، لازم تعمل حاجه لنفسك قبل ما تعمل لناديك، لازم يلعب على الحته دي. اعتقد ان عماد النحاس اشتغل على الموضوع دوت، طبعا صاحبه التوفيق لما نشوف ان احنا ان لو نفتكر ان احنا من ثلاث اربع اسابيع كان متزايل القائمه المقاولين العرب، انه يطلع لغايه الترتيب الخامس ومتساوي كمان مع الانتاج الحربي والمصر المقصه في النقاط، يعني هو يعتبر الثالث دلوقتي. انت بتتكلم على انه من اسابيع قليله كان في اخر الجدول، دلوقتي في المقدمه، يعني في مقدمه
في المربع الذهبي. النهارده ماتش تحس ان مقاولين العرب من البدايه نازل عايز يكسب، شخصيه بيهاجم، بس المكسب بيجيب مكسب والثقه بتجيب ثقه. طبعا عنده طبعا زي ما الكابتن عادل قال خط هجوم هايل يعتمد على السرعات العاليه جدا جدا. الاهم من كده كمان يا كابتن حشيش، انا اسف انا بقطعك، الكابتن عادل قال كمان حاجه مهمه جدا، قال ان هو دفاعاته بقت حصينه دلوقتي. صحيح، وده الاهم من ان انت بقى عندك هجوم قوي. ودي اللي كانت، لان لو كنا بصينا في المباريات الاولانيه كان دايما المقاولين بيطلع يعني خسران باهداف. يعني كل مباراه لازم يحرز فيه هدف او هدفين. دخل 16 جول. 16 جول طبعا دي حاجه كبيره كلسه في الدور الاولاني، انما هو عنده كمان خط هجوم محمد طلعت ومحمد طاهر، سرعات كبيره جدا جدا، بيجوا من تحت سرعات كبيره قوي مع الخبره اللي يعتبر برضو من هدافين الدوري. احمد علي جاب 7 اهداف من الهدافين، بيعرف ازاي بخبرته ان هو يحرز الاهداف مع ظبطه حته النص الملعب والمدافعين بالتحديد، ادى للعيبه شكل. وزي ما انت بتقول المكسب جاب مكسب. في نفس الوقت الاتحاد السكندري برضو عمل النهارده مباراه يعني لا تقل عن المقاولين، عمل مباراة كويسة. كان ند الشوط الأولاني، مباراة كانت سجال الشوط الأولاني، يمكن اللي نفع المقاولين العرب إن هو الجون الأولاني، الغلطة اللي جت في البداية في الدقيقة الرابعة دي اللي يمكن أرباكت شوية الاتحاد وغيرت الحسابات. إنما أعتقد في الشوط الثاني الاتحاد رجع المباراة وبدل المقاولين الهجمات، برغم إن المقاولين العرب برضو كان ممكن يضاعف النتيجة في الشوط الثاني بأكثر من هدف، انما اعتقد ان المقاولين هو اللي كان يستحق المباراه النهارده. اكيد كابتن عادل، الهدف الثاني حضرتك شفته في شبهه تسلل ولا ما كانش في حاجه؟ لا ما اعتقدش ان ما كانش تسلل، بس انا في بنتكلم على عماد النحاس بيبعت رساله للعيبه لما طلعت بيصاب والنتيجه 2، يروح منزل مهاجم مكان مهاجم. لو هو بيبعت رساله للاعبين بيقول انا بثق فيكم وانتوا لعيبه كويسه قوي واحنا افضل من الاتحاد واحنا لازم نكسب، فبينزل مهاجم مكان مهاجم. ممكن مدرب تاني بيروح مرجع يلعب براسين حربه او يكتفي بطلعت وينزل. صحيح. في وسط الملعب او ينزل مدافع يكتفي بطاهر. انما دي رساله. التغييره الثانيه برضو من الكابتن من الكابتن عماد النحاس، بينزل كريم مكان مجلي، لا طبعا ادوارد مكان طلعت، وبعدين كريم مصطفى مكان محمد مجالي لما عمل جهد كبير جدا في طوال المباراه. وبعدين في تغييره محمد علي في الاخر، كانت تغييره لمجرد ان هو بيستنفذ الوقت خلاص في الدقيقه يعني الدوائر الاخرانيه. احمد علي في الدقيقه الاخرانيه. كابتن بقى حلمي طولان تغييراته برضو، حاول يسيطر على نص الملعب فنزل عاشور الادهم علشان انه يعني يحاول ان هو يمسك في وسط الملعب. وبرضو عارفين احنا كلنا ان عاشور الادهم من الناس اللي بتسدد كويس، فكان برضو بينزله على اساس ان هو ممكن يبقى فيه شوطه يعني ممكن يحرز منها هدف. لكن الحقيقه كابتن عماد كان عامل شبكه كده امام مرماه بحيث انه ما يسمحش لاي حد ان هو يقوم بالتسديد او عمليه الاختراق من العمق. الكوره احنا يمكن انا وكابتن ماهر شفناها اكثر من مره واتعادت كذا جاي من ورا، يعني مش هو ما كانش تسلل الكوره الجول الثاني. انا شفتها من زاويه كان باين قوي ان هو متسلل، بقى عايزين نشوف نجيب حكم يعني نشوف يفصل في هذه التوقعات. تسلل احنا يعني هي لا خلاص النتيجه 2-1 المهم المقاولين كسب. فيعني علشان ما يبقاش فيه بلبله ولا حاجه، لا احنا بنقول الـ الهدف طالما احرز فكلنا مع الحكم ومع في واحده كمان يا كابتن عادل في الشوط الاولاني هاني سليمان يعني انقذها من احمد علي، كان ممكن يعني تبقى جون في جول المقاولين العرب اللي بتحسبش اللي بتحسبش نتيجه تسلل. صحيح تدخل احمد علي فيها كان احمد علي متداخل مع حارس المرمى في الكوره وما اتحسبتش. صحيح. فانما برضو كابتن حلمي نزل برضو من ضمن التغييرات نزل فوز الحناوي بحيث ان هو برضو يبقى فيه صناعه لعب في وسط الملعب. وبعدين التغييره الثالثه انا ما اعرفش ايمانويل، الحقيقه كانوا عاملين مثلث خطير جدا ما بين خالد قمر وسيسيه وبناهيتي، بس انا فوجئت ان بناهيتي قاعد على احتياطي ما اعرفش طبعا هل يكون مصاب مثلا ولا لا مصاب ما كانش هينزله، بس هو يعني راجع من اصابه مثلا. انا اعتقد ان يمكن بيبقى في نوع حاجه من السلوكيات، وهنا لو مصاب ما كانش يلعبه. ولو سلوكيات هيلعبه ليه؟ ما هي
ما هي احنا لسلوكيا ما لعبوش لاعب احنا احنا بنقول ايه يعني بنقول ايه اخف الضرر اخف الضرر ان انا يا مصاب مش هيقدر ينزل يلعب بالظبط ما قعده ليه وهو قوه ممكن تكون جاوب انت بقى ممكن تكون وجهه نظر فنيه طيب وجهه النظر الفنيه هل في خلاف انه الراجل ده فنيا عالي ده كويس الثلاثي ده عامل خطوره قويه جدا الثلاثي ده من اول ما كابتن حلمي مسك مع الزمالك خطوره مع الاهلي خطوره في كل حته الثلاثي عرب احمد علي وطاهر وطلعت عاملين مثلث خطير جدا وكذلك الاتحاد صحيح. حتى في ماتش الترجي في افريقيا نفس القصه ماتش الزمالك نفس القصه الثلاثي ده عامل رعب لاي دفاع فمعنى ان انا ما اقعده زي ما حضرتك بتقول بقى يا اما ناحيه سلوكيا يا كابتن عادل اللي لو ناحيه فنيه ايه نعم؟ لو سلوكيا وانا قعدت شويه نزلته ممكن انا خسرت ما في احيانا بتكلم لو هو بنفترض ان هو سلوكيا بعض المدربين يعني مثلا ليه مثلا ايه نزل بالتيشيرت في المعسكر بتيشيرت مش مظبوط نزل في توقيت الغداء مش لابس الزي اختلف مع زميله ناحية فنزمية يعني عمل عقاب مادي وبيعاقبه ان هو ما بيلعبوش ودي وارده في كل حته فنيا كمان عادل ممكن من الظاهره مش صحيح اللي هو طب اقول لك حاجه تريزيجيه في تركيا لما قال انا مش هكمل ايه اللي حصل؟ الراجل قعده بره وخلاه يتمرن لوحده يعني الكلام ده بيحصل في اوروبا وفي تركيا وفي كل حته ده انا قصدي انت بتخسر انت فريقك يعني بقى لو عايز يسيبه مثلا دكه قويه بره مثلا كارت يلعب بيه مثلا ممكن لكن هو لو سلوكيا هو بيعمل كده بقى الموضوع لو كان كده كابتن عادل برضه نزله متاخر ده 77 يعني يعني لو كان شايله مثلا على اساس ان كارت لو اي ظروف يلعبه مش هنزله في الدقيقه 77 ما انا بقول يا كابتن حشيش ايه ان هو اخف الضرر ان كابتن حلمي لا يمكن هيقعده مش مستحاله من غير طبعا لانه فنيا طبعا هل احنا مختلفين لا هو اللي كان بيلعب فنيا لا 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 طيب اذا يا اما حاجه سلوكيه اصابه لا يبقى هي حاجه سلوكيه يا ريت نجيب الكابتن حلمي على الراجل ده كان قاعد بره ليه لان الراجل ده انت مغلوب 2-1 لو انا مكان الكابتن حلمي اعمل ايه الشوط الثاني هبدا بيه عايز اعدل النتيجه لان انا مغلوب 2-1 وبعدين انا انا كنادي اتحاد ماشي كويس قوي وعامل نتائج كويسه الماتش ده بالنسبه لي هينقل لي نقله كبيره جدا انا ليه ببعد في في الحته دي لانه انا بستبعد الاصابه وبستبعد هي حاجه واحده حاجه سلوكيه واعتقد لانه دايما الكابتن وليد صلاح والكابتن حلمي حته النظام دي بتتحط في احيانا في بعض الفرق اللي بيبقى فيه كان فيه نوع التسيب. من التسيب شويه فبيبقى لازم الانضباط ده بصرف النظر عن النتيجه انا هضحي بالنتيجه بس نمره واحد العقد بتاعي ما ينفلتش بس في فلوس يا كابتن هو في احتمال لميدو قريب كده بتضر النادي في كابتن كده بتضر النادي يعني انا اظبط حاجه كلامك انا مقتنع بيه جدا لكن انا عندي لائحه ماليه وعندي عقد لعيب انا كده بضر النادي لما انا قاعد لعيب علشان لعيب ناخد مثل بالنادي الاهلي ناخد كارتيرون عمل ايه مع مؤمن سليمان؟ انا ما كنتش مع التصرف ده بصراحه. طيب انا عندي عقد لعيب. يعني الكلام ده وارد ولا مش وارد؟ وارد. لا بس الراي حضرتك خلاف عليه فنيا؟ هي ظاهره صحيه كان بيقعدوا فنيا ظاهره صحيه هي مش مع كل الناس، انا كان عندي لعيبه عشان اعاقبه اقصى عقاب ما لعبوش وفي واحد تاني ما كانش فلوس يا كابتن عادل لا معلش لا وانا بشتغل 2011 لا كان اللعيب برضه العقود كانت قليله جدا لا سيبك من العقود حتى لو انت ايام ما كانت ال 50 جنيه 50 جنيه لا في واحد بيلعب يهمه جدا الماده انا معاك وفي واحد تاني يهم جدا انه يبقى في الملعب انا معاك جدا فاذا اللي معاه في لعيب عندي تاني كان لا يمكن لو خصمته منه قرش يبقى هيموت وفي لعيب ما تفرقش معاه الفلوس فاذا انا الحاجه دي وارده مع كابتن حلمي وكابتن وليد وكانت وارده مع كارديرون على الرغم ان احنا بنقول ان هو غلط لان النادي الاهلي غير اي نادي تاني النادي الاهلي كل لعيبته منظبطه زكريا مؤمن زكريا هل مؤمن زكريا مش منظبط منضبط والدليل صحيح. على كده بقاله كام سنه في النادي الاهلي راجل منظبط بيكسب النادي الاهلي مع زمايله لاعب بيجيب لك اهداف مميزه بيجيب لك بطولات انت بتقعده طب اذا وارد في المدربين انه يبقى فيه الحته دي موجوده هو ظاهره كابتن موظف حشيش هي ظاهره طبعا كابتن حلمي هو يمكن مسؤول عنها او اولا واخيرا احنا مش عارفين الظروف احنا بنتنبأ اللي اتعاشى فيها الاسبوع الماضي لكن هو بالنسبه له بناهيني لعيب قوي جدا
جدا بيعتمد عليه كابتن حلمي في المثلث الهجومي الامامي، شفناه في الثلاث اربع مباريات اللي فاتوا مكسب حقيقي، قوه ضاربه، بيقدر يسجل اهداف، بيعمل طبعا مع سيسي وبيعمل مع رزاق سيسي ومحمد ناجي وخالد قمر، بيعملوا جبهات بيعتمد عليها كابتن حلمي بشكل كبير جدا، لان النهارده كمان عايزين نشيد يميدو باداء التكتيكي للفرقتين. خلي بالك كمان يا كابتن ماهر، حضرتك قلت حاجه، انت عندك سيسي وعندك خالد برضه لعيبه مميزه، انا بقول لك لعيبه مميزه وبيعتمد عليها بشكل كبير. بس كابتن ميدو كابتن ماهر اللي بيكملهم ده نهيد خلاص بالظبط. النهارده نقطه ضعف واضحه في تيم المقاولين العرب، انا قلت الكابتن حشيش الباك رايت صحيح. فانا كابتن حلمي كنت اتمنى على كابتن حلمي طبعا. يعني انا عايز المقاولين عشان عماد يعني فيه المكسب. الباك رايت فيه نوع من يعني الضعف شويه، التمرير والحاجات دي مش مظبوط، بيزود الكوره شويه. كان بنيدي ده لما ينزل في الحته دي كان يبقى نقطه قوه رهيبه جدا ممكن يستغلها. لها تفسير واحد يا ميدو، انا رايي تفسير واحد ان بناهيني كان مجهد مثلا الفتره اللي قبل المباراه او تعبان او مش جاهز، وبعد جون الزمالك جاله اجهاد يعني، فعشان كده الراجل حطه على الدكه لاحتمالات انه يبقى خسران ينزله. ممكن يكون بعد جون الزمالك اتغر شويه كابتن يعني. لا في نقطه كمان يا ميدو عايزين نشيد بيها كابتن عادل، النهارده نص ملعب الفرقتين يعني النهارده ابراهيم صلاح قائد في نص الملعب، خبرات اللي بينه وبينك بصراحه تحسب النهارده المقاولين العرب بقياده ابراهيم صلاح، يعني رمانه نص الملعب بيضغط وبيستحوذ وبعدين بيطلع الباص بشكل كبير جدا. الناحيه الثانيه كمان نور السيد اللي بقاله 3 4 مباريات احنا بنتكلم عليه، اكبر لعيب سنا موجود في نادي الاتحاد، واكتر لعيب بيلمس الكوره، واكتر لعيب بيجري، واكتر لعيب بيقطع، واكتر لعيب بيباصي. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي بتحسب النهارده للفرقتين في نص الملعب، التوازن والانضباط اللي كان عليه المقاولين العرب نفس كلام الانضباط اللي كان موجود عليه نادي الاتحاد. تمام كابتن حشيش، برضو انا هتكلم برضو على نقطه ثانيه بالنسبه للاتحاد، بس كان انا في رايي كانت باينه الشوط الاولاني ما بين المساكين محمود رزق وبازوكا، كان في لخبطه شويه كابتن عادل في تسليم مع راس الحرب في ناحيه اليمين وناحيه الشمال، دي اللي كانت عامله دربكه احمد علي. بنسلم يا كابتن يعني ليه لغايه دلوقتي احنا بنسلم؟ ليه كل مساك ما بيقفش في المكان بتاعه؟ هو ما بقاش زي الاول، انت عارف واحد مساك ملتزم يا كابتن ماهر بالراجل في اي حته في الملعب، والتاني متفرغ للتغطيه. دلوقتي بقى اللي جيلك في حتتك يعني، حتى كمان دلوقتي المساكين يا كابتن ماهر بيقول لك ايه، انا بلعب مساك ناحيه اليمين انا مساك ناحيه شمال. طيب استاذنك اخد كابتن علاء عبد الغني المدرب العام لفريق المقاولون العرب. كابتن علاء اهلا بيك. كابتن ميد تحياتي ليك يا كابتن ميد، ألف مبروك على الأداء، وألف مبروك على النتائج المبهرة اللي أنتوا عاملينها مع فريق المقاولين. كنا لسه بنتكلم، بس أنا أموت وأعرف حاجة يا كابتن علاء. نص كوب. لا ليه بقى؟ ليه بقى؟ وإحنا الجو تلج. أقول ولا بلاش؟ أقول لك يا بيت. قول لي. لو أنا بقعد أجري معاهم على الخط أشتغل معاهم. فالأمور بالنسبة لي بقى شغلات فعلا. قصة التفاؤل والتشاؤم ما بقولش كده خالص. على فكرة التفاؤل والتشاؤم أي الحرب بيقولوا فينا؟ وما قدرنا كنت لابس ترابيزة في الأول بيهريهم ده. أصل أنت صعبت عليا، أنت عارف كله قاعد على الدكة قاعد لابس كل حاجة. وأنت كنت فعلا بتلعب المباراة فاتت. أنا كده بس في البيت بشكر كده بحمد ربنا طبعا، بشكر بشكر عماد جدا، الناس كله اللي موجود معانا في الإدارة. الحمد لله كان فوز مهم بالنسبة لنا، 3 نقط كنا محتاجينهم جدا. نقدر نبدا عليهم ان شاء الله الفتره اللي جايه. اكيد اكيد، فوز بيجيب فوز وثقه بتجيب ثقه يا كابتن علاء، وحاجه جميله جدا ان انتم ماشيين ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب. يعني كان معايا المهندس محمد عادل امبارح مشرفني هنا في قناه الاهلي، وكان بيتكلم عن طموحات جديده هيتكلم عليها مع عماد النحاس في الفتره المقبله. وفعلا قلت لك الاداره وتقدر انا بشكل كويس جدا ان شاء الله. عادل الناس كلها الاداره حتى بعد ما عملت فوز كان هدفهم هدف واحد بس، ان احنا قدرنا نطلع في الفرق اللي هم في الفرق 13. بفضل الله طبعا توفيق ربنا كان ثابت بشكل طريق لعب زي ما انت عارف كابتن احمد. كويس كتير فوز توفيق ربنا، حد يتعور حد الطريق من 10 فرق، ده كان سبب نجاح الحمد لله نجاح بشكل كبير. باقي الولاد كمان هم عايزين. خلي بالك كل الفرق بتمر، كل الفرق قاعده في هذه المحفره دي، احنا ما بنلعبش هناك. اكيد 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 اكيد. فبالتالي النهارده انت كمان عندك فرق محترمه، انا بقول التوفيق ماشي معاك عشان تحافظ على كل التفصيلات في الفرق.
اكيد احنا عليها ولا شغال عليها مع الجنوب. اكيد اكيد. طمني على طلعت يا كابتن. لا طلعت هي كانت بسيطه الحمد لله، كان خطر الشوط الاولاني. الشوط الثاني طبعا حاسس ان ما كانش كويس، الحمد لله عندنا بديل جاي بشكل كويس، كان عندنا دكه كويسه لما تموت انا بس طبعا. كانت مشكله في الضغط كده الماتش الجاي طلعت من اللعيبه المهمه جدا بالنسبه لنا، يمكن عمل معظم ضربات كويسه على مجموعه اللعيبه اللي كانوا قدامنا، بس الكوره كلها مهمه لنا. النهارده عملوا اداء كويس زي ما انت قلت كده الفل، وهم عندهم حد في المركز الثاني هم سدوا الكسور، كان عمال قدام طول الوقت وحطونا وحطونا في ضغط كبير جدا. بالظبط بالظبط. النقطة لا تاخدوا مركز، احنا عندنا كل حاجة بالظبط، مقاومتنا ونادي محترم بالظبط، جهاز فني محترم على اعلى مستوى، النادي النادي مش شفت النادي كل حاجة موجودة بالظبط، بالتالي لا كل النجاح لو في ما ناخدش مركز ونشتغل على ده، احنا شغالين على الفترة الجاية بالظبط، ناخد ثلاثة بوكس على فكرة ما نبصش لغاية ترى ماتش النهاردة بنشتغل عليه، بنشتغل على الفرقة اللي قدامنا، كان عبادة هو بالظبط محترم معانا، كان كمان هم عايزين يكون عندك قلب عندك روح كويسه، هو ده اللي بيفرق في لعيبه مصر، لازم يبقى لعب النهارده لازم تفرق مع الولاد الموجودين اكيد بفضل. اكيد ربنا يوفقنا الاطفال دلوقتي في الملعب حافظين على ده، لازم يكون حد يحكي معايا في الملعب حد كبير بتاعك في الاداء الفني بالظبط، موجود اللعيبه الكبيره بتشتغل بالظبط بالظبط. يعني كل التوفيق ليكم يا كابتن علاء، حاجه جميله جدا وعاملين طفره في الاداء وفي النتائج كمان، يعني بلغ تحياتنا للكابتن الكبير كابتن عماد وسلم عليه كتير قوي، وان شاء الله من مكسب لمكسب، وان شاء الله ترجعوا بالمقاولين بالشكل الملائم لهذا النادي العريق. شكرا جدا كابتن علاء عبد الغني المدرب العام لفريق نادي المقاولون العرب. تعالوا نطلع تقرير بسرعه عن استعدادات النادي الاهلي لافريقيا، ونرجع نناقش ضيوفنا الكرام في هذه المباراه الهامه جدا الاهلي وجيما الاسيوي. ساعات قليلة تفصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن خوض مباراة العودة أمام جيما بطل إثيوبيا، وذلك في إطار مباريات دور الاثنين والثلاثين لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي يسعى المارد الأحمر للتتويج بالأميرة الإفريقية في نسختها الحالية بعد غياب لعدة سنوات. يدخل لاعب القلعة الحمراء المواجهة بمعنويات مرتفعة لعدة أسباب، على رأسها النتيجة الإيجابية التي حققها الفريق في مباراة الذهاب ضياع على أرض ملعب استاد برج العرب التي حسمها بهدفين نظيفين أحرزهما ناصر ماهر والعائد بقوة لمعانقة الشباك مروان محسن، هذا بالإضافة إلى الثقة التي تعم جنبات الفريق على أثر الانتصارات المتتالية التي يحققها الفريق خلال بطولة الدوري التي كان آخرها الفوز على فريق النجوم بهدفين نظيفين سجلهما مروان محسن ومؤمن زكريا، ليواصل المارد الأحمر صحوته والزحف نحو القمة بعدما ارتفع رصيد الفريق إلى 23 نقطة محتلا المركز السادس، وما يزال متبقي للفريق العديد من المباريات المؤجلة، فيما سادت حالة من إثبات الذات والظهور بشكل قوي بعدما تم التعاقد مع المدير الفني الجديد الأوروغواياني مارتي لاسارتي الذي سيتولى مهمة القيادة الفنية خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، خصوصا وأن كل لاعب يريد أن يقدم نفسه بالشكل الجيد للمدير الفني الجديد من أجل أن يحجز لنفسه مقعدا في التشكيلة الأساسية للمدير الفني الأوروغواياني.